بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة العام الجديد 2024. اللهم اجعله عام خيرا علينا وعلى أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وارفع راية الإسلام وأعز المسلمين. أولا حابب أبدأ كلامي معاكم، واعذروني أول مرة أبقى قدام 3-4 كاميرات وبتكلم معاكم، طول عمري خلف الكاميرا. عام 23 بدأ معايا بفضل الله وحمده طبعا عملية كبيرة جدا في رجلي، من خلالها قعدت 4 شهور في الجبس، ده بداية العام. لكن وانا في الجبس رجالتي كانوا قايمين بشغلهم على اكمل وجه، لكن بالعزيمة وبالايمان بالله بدأنا عام 23 واحنا مش في احسن حالتنا، ونهينا عام 23 واحنا في افضل حالتنا بفضل الله وكرمه. نهينا عام 24 بتغطية حدث كبير بمصر، نهائي البطولة الافريقية لكرة السلة سيدات المقامة على ملاعب نادي سبورتينج. استطعنا من خلال فريق عملنا ان احنا نغطي البطولة دي باكتر من 6 كاميرات ونبثها على الهواء للاتحاد الافريقي وندي اشارة لقناة اون سبورت، فالفرحة كانت كبيرة جدا. نجحنا في تغطية البطولة دي ولان نادي سبورتينج بيتي الكبير خد البطولة. لو حد سألني انت ليه بتقول على طول سبورتينج، انا سبورتينجاوي بصرف النظر عني اهلاوي، انا سبورتنجاوي ولائي لنادي سبورتنج، النادي اللي اتربيت فيه. انا اتخرجت سنة 97، اشتغلت 98 في سان ستيفانو، ومن خلالها اعلان في الجورنال رحت نادي سبورتنج سنة 99، وحتى الان وانا موظف في نادي سبورتنج اشتغلت في كل اقسام النادي لحد ما اتعمل مركز اعلامي وتم اختياري لاكون المصور الخاص بالموقع. التطوير في مجال التصوير بقى صعب حاليا لعدة اسباب، ارتفاع سعر الدولار، الكاميرا ام 60,000 اللي احنا بنشتغل بيها حاليا عشان نطور ونجيب اللي احدث منها بالظبط بقت ب 260,000، يعني محتاج 1,000,000 جنيه على الاقل عشان تجيب 4 كاميرات جداد. تيجي تتكلم مع العميل بتاعك تقول له معلش احنا هنرفع ثمن الاوردر شويه عشان خاطر بس ظروف الحياه، يقول لك الظروف كمان عليها صعبه، فمش قادر تيجي على العميل بتاعك لانه العميل بتاعك ده ليه فضل كبير في اللي انت وصلت له. الحمد لله رب العالمين طول عمري شغال في مجال التصوير، مش بشتغل هوائي. اسم وائل عزت بقى معروف جدا على مستوى الساحه الرياضيه. فكرت انا وفريق عملي احنا محتاجين ايه؟ والله قالوا لي احنا محتاجين ان انت تروح مدينه الانتاج الاعلامي. طب انا عشان اعمل مدينه انتاج اعلامي اروح مدينه انتاج الاعلامي مصاريف سفر وتاجر الساعه ب 6000 جنيه وعشان خاطر لا طب ما نعمل احنا مدينه الانتاج الاعلامي في اسكندريه. ازاي؟ غيرنا المقر، مقر الشركه، وجبنا مقر واسع كبير. المكتب اللي انتوا فيه اللي انتوا شايفيني فيه حاليا هو جزء من المقر الجديد، جزء صغير من المقر اللي احنا واخدينه جديد، مقر في سموحه في اشهر مناطق اسكندريه، منطقه راقيه جدا وفي نفس الوقت منطقه قريبه من كل المنشات الرياضيه. وعملنا جزء استوديو صغير زي اللي هتشوفوه دلوقتي على الشاشه. هيحصل فيها ايه الاستوديو الصغير؟ هنتكلم على طبيعتنا، هنشرح للناس كل حاجه عايزين نوصلها للناس. في ناس محتاجه انها تتشاف، وفي ناس محتاجه انها تتكلم ومش عارفه توصل، احنا هنوصلهم وهنحاول نساعدهم في تحقيق حلمهم، هنعمل اللي علينا والباقي هيكون عليه وعلى ربنا. طب احنا هنعمل ايه؟ عندنا ناس كشافين شغالين معانا بينزلوا الملعب وهم بيصوروا وهم بيعملوا تحليل الاداء، هيتفرجوا ويشوفوا اللعيبه المميزين. مش هنشتغل في التسويق، التسويق مش شغلتنا، شغلنا كويسه وحلوه ومربحه بس مش شغلتنا، احنا شغلتنا التصوير. لكن من خلال كاميراتنا هنقدر نعمل سبوت على اللعيبه المميزين، بمعنى صح كده هنعمل حلقه او مجموعه حلقات عن اكتشاف المواهب المفقوده. هننزل بالكاميرا نصور ونشوف مين الاولاد اللي يستحقوا ان هم يطلعوا للنور ونجيبهم معانا ونعمل معاهم لقاءات ونعرض لهم فيديوهات ونعرف الناس مهاراتهم. الناس دي انا شفتها في الملعب من خلال شغلي الموسم ده وفريق عملي بالتقارير اللي بتوصلني يوميا والملخصات اللي بنعملها للمباريات، لقيت في اولاد يستحقوا
بجد ان هم يظهروا للنور، ولكن مش عارفين يوصلوا ازاي. احنا هنوصلهم، هدفنا بقى ان احنا نوصلهم من اول مواليد 2014 و2013 و2011 و2010 و2011 لحد قطاع الناشئين من 2010 ل 2003. في برامج شغاله على قطاع الناشئين، لكن مش مديه للناشئين حقهم. احنا هندي الناشئين حقهم، مش الناشئين بس، شغلنا الشاغل هيكون على البراعم، البرعم الصغير، الولد الصغير اللي بيصحى الصبح بدري عشان خاطر يروح يتمرن ويقعد في الشتاء وينزل في الشتاء ويتمرمط، ووالدته تتمرمط وباباه يتمرمط عشان امله ان يشوفه محمد صلاح. احنا هندي للولد ده حق، لانه محتاج ان هو ياخد حق. مبدئيا قدام مني مجموعة اولاد انا خلاص وقع نظري عليهم، دول اللي هنبدأ بيهم الحلقات، يستحقوا، وهتشوفوا من اول من اولى حلقات البرامج اللي هنعملها ان الاولاد دي فعلا مكانها هيبقى في حتة تانية. اولا منتخب مصر ده اساسي، تاني حاجة هيلعبوا برا مصر. في اكتر من محمد صلاح، والله في اكتر من محمد صلاح، احنا هنوريكم ده وانتوا هتحكموا بنفسكم. فان شاء الله انتظروا سلسلة حلقات مختلفة، هنبدأها بالبراعم ومن ثم قطاع الناشئين. هندي برضك الدوري الممتاز والمحترفين والدوري الممتاز به جزء، هم مش محتاجين كتير فهنديهم جزء، اللي محتاجين كتير البراعم ومن بعدهم الناشئين. فبنتمنى من ربنا انه ينجحنا في الخطوة الجريئة اللي احنا هنعملها، وبدعائكم ان شاء الله ننول حسن رضاكم. ان شاء الله بداية 24 هتكون اولى الحلقات. الفيديو بتاع النهاردة فيديو تعريفي للي هيحصل، عشان هنجهز برومو وهننزله وهنبدأ اولى الحلقات. اولى الحلقات هتكون مع لعيب مميز جدا من نادي سبورتنج، مش عشان خاطر انا سبورتنجاوي اخترت من سبورتنج، لا، بشهادة كل الناس في كل الاندية، في سموحة وفي الاولمبي وفي الاتحاد وفي الحرس. لما اتكلمت مع ناس قريبين مني قالوا لي يستحق، هذا الولد يستحق انك تبدأ بيه حلقتك. اولا هيكسر الدنيا، ثانيا هو حق واحنا لازم نديله حق. احنا بنشتغل وبنتعب وبندي الماتيريال اللي معانا للقنوات الفضائية المحترمة عشان يشتغلوا عليها، ونفوجئ نلاقي ان الشغل اللي بيتذاع ما يجيش جزء بسيط من اللي احنا بنبعته. يعني احنا بنتعب وبنجتهد والنور بيقطع بالساعتين، ونستنى ونجيب جنريتر عشان خاطر نشغل الإضاءة عشان خاطر الحلقة هتتذاع، ونفوجئ نلاقي التقرير ما اتذاعش. ليه؟ عشان وقت الحلقة. طب ازاي تعبنا ومجهودنا يروح اوانط؟ ازاي الولد اللي عملنا معاه لقاء ابوه وامه قاعدين مستنين لحد الساعة 2 و3 عشان يتفرجوا على اللقاء بتاع ابنهم وما يتذاعش؟ قهرة كبيرة شفتها وحسيتها في الفترة اللي فاتت دي. فان شاء الله معانا مش هيكون في حاجة دي، كل واحد ياخد حقه، مش انا اللي هختار، لا، ناس متخصصة في المجال هي اللي هتقول ان ده الافضل. كل اسبوع وكل مباراة هيتم مشاهدتها من خلال متابعين ومحللين اداء، وهم اللي هيحددوا الولد ده، وان شاء الله خير. محتاج دعواتكم، ومحتاج ان انتوا تباركوا المشروع ده، وان شاء الله هيكون طفرة كبيرة جدا في مجال كرة القدم والمجال الرياضي. ولكن انا مش هقدر اشتغل غير على قطاع الاسكندرية، لان ما عنديش القدرة او المقدرة ان انا اسافر كل محافظات مصر عشان اغطي مباريات براعم، صعبة بالنسبة لي. فانا هشتغل على اللي عندي في اسكندرية واللي عندي يكفيني وكتير يعني، فمؤقتا لحد ما تبقى الشركة لها فروع في كل محافظات مصر، نقدر من خلالها ان احنا نغطي بقية المحافظات. واخيرا
وليس آخرا، أشكركم وأتمنى إن السنة 24 تكون سنة خير وسعادة على الجميع، وأتمنى إن ربنا ينصر إخواتنا الفلسطينيين وأهل غزة، وإن شاء الله إحنا معاهم بقلوبنا ومعاهم بكل حاجة نقدر إن إحنا نساعدهم بيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.